السلام عليكم، معكم إيناس حسني لاعبة كيك بوكسين من طنجة. هاد الرياضة هادي بدات لي بزاف ديال الحوايج. قبل كنت عصبية، كنت اللي كيهضر معايا ما كنت نيرفا بوحدي، ولكن هاد الرياضة هادي بحال خلاتني أنني نكسب ثقة في نفس الوقت ما بقاش عصبيه، يعني يجيني كلشي عادي، ما كنتعصب شي دغيان. بصراحه بدلت لي الشخصيه ديالي، رجعت عندي شخصيه قويه، يعني ماشي قويه انا من ناحيه اللي كنتلقى في الزنقه ولا شي حاجه كيهضر معايا كنضربو، نو، يعني كاركتر العقليه ديالك كترجع متقفه اكثر واكثر. صراحة أنا عندي قدوة ديالي وهي ماشي بنت، عندي البطل العالمي بدر هاري. إن شاء الله كنتمنى أنني نكون بحاله، علاش لا، نكون ديما بوديوم وإن شاء الله نعلي راية بلادي وإن شاء الله نكون شي حاجة كبيرة في المستقبل. الرسالة اللي نقدر نوجه للبنات انني بنت بحالي فحالكم هو انكم ما تبقاوش جالسين في الدار، حيت الدار والله ما تفيدكم شي حاجه. خروج، اعمل شي انشطه، شي رياضه. من غير رياضه كيك بوكسين ما عندش شي رياضه اخرى، كاينين بزاف ديال الرياضات. كاينه يعني احنا الحمد لله البلاد ديالنا فيها افاق ديال الرياضات. انا كمني انا يعني كنقول يمشي الانسان يفتش على راسه، حيت الرياضه راه بالعكس ماشي مضر الصحه ديالك، راه مزيانه ليك، وانك كتخليك يعني واخا تكبر في السن كتخليك باقا صغيره باقا شبابيه. يعني واحد النصيحه مني ان البنت ما تبقاش هي جالسه بالضبط تمشي تمارس شي رياضه. بالنسبه للدراسه ديالي الحمد لله مازلت كباقا كندرس فيها، وان شاء الله هذا العام هذا عندي 5 والله ربي يوفقني، وان شاء الله قادر. يعني انا ماشي كانت ريت صافي كنبقى شبرت غير في الرياضه بوحدها، لا بالعكس، راه دائما كنعمل عندي رياضه بوحدها وقرايه ديالي بوحدها، يعني مقسماهم انني الحمد لله يعني كنجيب نقط مزيانين حيت انني مقسمه. يعني كنقول الانسان انه ملي كيكون كيمارس شي رياضه يقسم حياته، ان هنا هي الدراسه وهنا هي عندي قرايه. وان شاء الله كنتمنى التوفيق للجميع ولجميع الناس اللي كيمارسوا الرياضه واللي ما كيمارسوهاش ان شاء الله حتى يرجعوا يمارسوها. وان شاء الله يا ربي الحبيب يكون بلاد ديالنا ديما متقدم وديما قدام. السلام عليكم، معكم ياسين بيكا، كوتش فيتنس بادي بولدينغ، استاذ فنون قتاليه، استاذ كيك بوكسين من مدينه طنجه. بالنسبه للكيك بوكسين بالناس انا ننصحهم يصريدوها، شي واحد الرياضه اللي واعره بزاف، واحد الرياضه اللي كتبدل الكاركتر ديال البنت ولا الولد،
وانا بالنسبه لي انا بنس تجي في الساعه الفارغ ديالها تجي القاعه الرياضيه احسن ما تمشي شي بلاصه اللي ماشي هي هذيك. وحنا نتمنى نشوفوا بنات ديالنا كيتريضوا كيصليوا كيصلوا في الصحه ديالهم كيصلوا في الوالدين. ورياضه الكيك بوكسين واحد الميزه اللي فيها اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس هي ماشي الرياضه ما كتعلمكش العنف، بالعكس هي كتعلمك كيفاش تكون كال وستاف ومستحيل دابس الا ولا تصنع واحد الدرجه اللي يعجبك فيها الواحد بزاف. المجتمع ديالنا كيقول لك كيك بوكسين بنسيلا الا تسردس كيك بوكسين تقدر تبقى على شي حاجه تهرس. شوف حنايا ما خصناش اول حاجه تكون عندنا ديك الفكره بنس ما تقدرش تعمل الولد يقدر يعمل، لا راه كيما بنس تقدر تعمل الولد يقدر يعمل. وحنا محتاجين البنات يكونوا قويين، حتى شي الا كانوا البنات قويين غيطلعوا لنا الولاد قويين، حتى شي الام مدرسه والام راه الا كانت الام واعره بالدارجه حتى الولاد كيطلعوا واعرين، بالعكس تجي تريض وتطور المهارات ديالها والشخصيه ديالها راه كاينه افاق، داكشي كيبقى على حسب لوبجيكتيف كل وحده. كاينه دابا بنت الهدف ديالها غير تجي تريض وتعرق وتمشي، كاينه بنت الهدف ديالها ترجع استاذه، كاينه بنت الهدف ديالها ترجع بطاله على حسب لوبجيكتيف ديالها. الا كانت باغا تولي بطاله وطبعا ولا خدمات وتبرات وكاستمراريه ربي يوصلها للهدف ديالها. هي ناس جسنا عندي اول مره طبعا بحال اي وحده مارس اول مره الرياضه كتكون شويه ديال الحشومه، ولكن من موراها دغيا تاقلمت مع الجو وتبارك الله هي ناس واحد بنت اللي منضبطه في الرياضه وعندها اهداف وباغا توصل والطموح ديالها باغا تكون بطله المغرب. ودابا هي دابا عام ونص ولكن تبارك الله جبرت واحد النيفو اللي واعر ديك الاستمراريه وديك الجديه ديالها في الرياضه. وإيناس راه حاليا كتسمى دابا العروض كتكون شي مسابقه ولا شي مناسبه كنمشي انا وياها كتسمى العروض ديالها والناس كيسجعوها تبارك الله ما شاء الله. وانا نتمنى إيناس بنات يعملوها قدوه، بنت اللي تبارك الله كتقرا مرضيه للوالدين ديالها كتلتزم الحصص ديالها. حنا كنبداو في التسعود كتجي في الثمانيه باش تعاوني كتدرب معايا الدراري صغارين زعما ما شاء الله نعمه التربيه. ونتمنوا لها النجاح. انا نتمنى في المستقبل ايناس تكون بطاله كبيره وتعلي بالرياضه البلاد وتعطي احسن صوره للمراه المغربيه قويه. وكنشكر الاستاذ ديالي شكر خاص الاستاذ ديالي ياسين بيكا اللي احسن كوتش بالنسبه لي في هذا العالم، راه يعني بديت معاه بدايه وطورني هو من عنده ما شاء الله عليه. وكنشكر كذلك الشباب ديال الكلوب ديالنا وعلى الدعم ديالهم على الوقفه ديالهم دائما معنا، يعني انهم هما ماشي عندهم فكريه مزيونه انهم ماشي ضد بنت ولا ضد بنت انها تمارس الرياضه، بالعكس كيدعموك. وانا صراحه يعني كنفتخر بهم بزاف 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 وكنشكرهم. وكذلك كنشكر جميع الناس اللي كيمارسوا الرياضه وانهم كيدعموا الناس انهم كذلك يمارسوا الرياضه. وكذلك كنشكر الصحافه طنجاوي على هذا الدعم ديالو على هذه الرياضه، هذه شكر خاص له وشكرا بزاف. هذه نصيحه للشباب، تشبتوا بالوالدين ديالهم سمعوا لهم الهضره، حيت دابا انا بزاف الدراري هنايا جابوهم الوالدين ديالهم يتريضوا يعني كيبغيو لهم الخير يتقربوا من الله سبحانه وتعالى يصليوا الصلاه ديالهم. الصلاه راه مهمه بزاف، راه ملي كتقرب لله سبحانه وتعالى راه كلشي كيرجع قريب عندك. يتهلاو في الصحه ديالهم، يبعدوا على البليه ما يتزرفوش. اي واحد مشى بليه راه يتزرف ونهار اللي يبغي باش يقطع راه يجبر مشاكل. والانسان ما حدو باقي صغير يتقاتل اي حلم عنده يتقاتل له ويوصل له. واي واحد دابا اللي كيبان حنايا واصل كلشي بدا من الصفر، كلشي بدا من الصفر. الفرق اللي كاين اللي كيتصابر وكيكمل حتى كيوصل لك الهدف، وكاين اللي كيفشل. والفشل ما يكونش في القاموس ديالنا حنايا عامه سواء الصغارين ولا الكبارين ولا الشباب ولا جميع الفئات. وبهذه المناسبه كنوجه الشكر لقناه طنجاوي، قناه تبارك الله كتسيبورتي الشباب واللي كتعطيهم واحد الدفعه معنويه باش يستمروا في الرياضه ولا في جميع المجالس. وكنوجه الشكر للبطله ايناس اللي تبارك الله كتصابر وكتخدم وكتجي تعاوني، شكرا لينا من هذا المنبر. بحال قلت قبيله كتجي قبل الحصه باش تعاون على الدراري الصغارين. وكنوجه الشكر للشباب اللي معنا في النادي اللي تبارك الله كيكبروا بعض ديالهم. دابا اليوم الحلقه ديال ايناس كاملين واقفين معاها كيقولوا لها كون واعره وتريد مزيان باش تبان الطوب. وحنا يا هيدا خصنا نكونوا يد واحده. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.